أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرف. السعودية المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، الحالة الماطرة السوقية مستمرة حيث يتوقع أن تستمر خلال 24 ساعة القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بإذن الله. نستعرض الآن وإياكم الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس رطب، ضباب خفيف متوقع أن يتشكل، أيضا طقس بارد نسبيا 17 درجة مئوية، الملموسة 18، الرطوبة 93%، والرياح تكون بين المعتدلة والنشطة أحيانا. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، سكاكا 20-8، عرعر 17-8، وبالتالي طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار، تبوك 21-6 درجات مئوية فقط خلال ساعات الليل. ننتقل الآن إلى المنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس غائم جزئي 26-19، جدة 32-24، مكة المكرمة فرصة لزخات رعدية من الأمطار 31-23، والطائف أيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار 24-15. المنطقة الجنوبية الغربية نبدأها بالباحة، زخات رعدية من الأمطار 19-16، أبها 19-13، وجازان 31-27 مع أجواء غير مستقرة بالعموم. المنطقة الشرقية الدمام فرصة لزخات من الأمطار تكون خفيفة الشدة بالمجمل 26-21، حفر الباطن 19-15، والإحساء 27-18. أخيرا ننهي نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، الرياض فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 25-17، بريدة 17-13، وحائل 18-11 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.